السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سامي الصعب. اليوم سوف نتعلم من السلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 24 بعض الأوامر الجديدة وهو أمر أبتايم. أولا نقوم بكتابة مان أبتايم. النشاد الأبتايم أو صفحة المساعدة، وهنا نشاهد الأوبشن الأوامر كما تشاهدون 4 أوامر، وهنا الآن نشاهد الحقوق أو من أمر بتصميمه وبعمله وينصحنا بمشاهدة أيضا هذه الأوامر وماذا ينصحنا أيضا وللتواصل معه. والآن نخرج من الصفحة. الآن بعد أن قمنا بمشاهدة والإطلاع عليه نقوم باستخدام أبتايم. هذا الأمر يوضح لنا التاريخ وكل شيء حول النظام والوقت كما تشاهدون هنا 23 هذا الوقت، وأيضا الوقت النظام واليوزر الشغال هنا 1 يوزر. الآن نحن لا نفهم ما هذا وقت النظام 3.16، لا أفهم ما هو. لا أقوم بعمل uptime-e يقوم بعرض الوقت لدي كما تشاهدون up 3 hours يعني 3 ساعات و 17 minutes أي 17 دقيقة. الآن أرغب بمعرفة التاريخ ولا أعلم ما هو التاريخ. التاريخ هنا سهل، أول أمر بسيط uptime-s قام بطباعة -s أي قام بطباعة التاريخ، وهنا كما تشاهدون هذا الوقت مختلف عن هذا الوقت، لماذا؟ الآن نقوم بإجابتكم بعد أن نقوم بتنفيذ طريقة معينة. نقوم بعمل بإغلاق التيرمينال، نقوم بحفظ الوقت 23:04. الآن نقوم بإعادة تشغيل النظام. الآن نوقف الفيديو إلى أن يتم تشغيل النظام. الآن عدنا لكم بعد أن قمنا بتشغيل النظام. الآن نقوم بتكرار أمر uptime بدون نشاهد الوقت هنا uptime بدون -s. الآن كما تشاهدون هنا الوقت الآن -s. الآن كما تشاهدون هذا الوقت ماذا يعني؟ أصبح متشابه وتقريبي الفارق دقيقتين، لأن هنا الوقت الريستارت أو إعادة البوتينج أو وقت تشغيل النظام. وقت تشغيل النظام هذا هو، والوقت الحقيقي والوقت الفعلي من خلال هذا الأمر uptime نقوم بمعرفته من خلال -s ووقت تشغيل النظام. الآن تعلمنا طريقة الوقت عبر بي كما تشاهدون أصبحت منت، وهذا هو الدليل عن الفرق بين الوقت تشغيل النظام ووقت الفعلي. هنا الهايفن بي الوقت المقضي على النظام أي الذي أقضيه أو النظام قيد التشغيل أو مدة تشغيل النظام. الآن سوف نتعلم طريقة إصدار البي أو معرفة إصدار الأبتايم أو الأبتايم. نقوم بكتابة ال في كابيتال في بشكل كبير. هنا كما تشاهدون 3.3.17 هنا أبتايم وبروبس انجي وهكذا. الآن لمعرفة الهيل أو للمساعدة فقط أن نقوم بوضع الـ slash h هنا كالعادة
تخرج لنا إن قمنا بعمل خطأ من خلال أبطال. هنا من خلال إيش تظهر لنا هذه؟ وللمول هنا يقصد المان التي دخلنا عليها في بداية الفيديو. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، وشكرا لكم للمشاهدة ومشاركة الفيديو ومشاركة سلسلة تعلم نظام لينكس.